تعاقد معاه الفتره اللي فاتت ديت، او تحديدا من بعد هزيمه سيمبا طلع كلام كتير جدا جدا على الراجل، لا مش هو ده اللي ينفع النادي الاهلي، وان كنا احنا فندنا ده بالتحليل، بس اعرف وجهه نظر حضرتك. لا لا يعني على فكره ما فيش منطقيه في تحليل المشهد، يعني عندنا سرعه بديهه خلاص، بحب ابراهيم يبقى بحب ابراهيم، ما استنيش بحبه ليه؟ أيوه. بحبه دلوقتي، ابراهيم عمل حاجه بعد بكره أيوه. خلاص ابراهيم انا خلاص ما ينفع. لا في اندفاع الامور على السوشيال ميديا، العاطفه بتحكم، ولغه المشجع ما بتقيمش مشهد. صحيح. على فكره صعب جدا المشجعين، والاهلي دايما على مدار التاريخ اللي احنا شفناه، الاهلي ما بياخدش قراراته من المدرجات، الاهلي بياخد قراراته من الترابيزه. القعده موجوده بيقول قراره، وده الكلام ده اتقال من التتش مرورا بكل الرؤساء العظام في تاريخ الاهلي حتى الكابتن محمود الخطيب يعني. طيب موسيماني، انا عاوز في ناس ممكن تفتكر، اكيد انت متابع واحمد متابع، عاوز افكركم ان لما جه مانويل في 2001 ما بداش البدايه اللي بداها موسيماني. صحيح. بالعكس ده الاهلي بدا بدايه مع الدوري، بدايه كانت هزيمه في تعادل في ماشي خلاص، وقتها كان برضو الفريق بيتبني اغلب العناصر منتخب الشباب على اللي موجودين. ربنا كرم، خد الاهلي بطوله افريقيا بعد 14 سنه في المباراه الشهيره برضو مع سان داونز في 1-1 و3-0 هنا في القاهره. موسيماني عنده مشروع فني، انا من خلال انا عملت معاه حوار قعدت معاه اتكلمت، عنده مشروع عاوز يعمله، بس انت عاوز في 5 شهور اعمل لك المشروع. انت لو بتبني عماره بتاخد سنتين. صحيح. عشان تنفذها. صحيح. طيب انت عاوز تنفذ الشغل بتاع الراجل وعاوز تشوفه، بتقول عاوز اشوف الكره بتاع سان داونز، قعد 8 سنين يبني ويعلم ويحفظ وبتاع، وده شغل كبير، انت بتلعب مباراه كل 3 ايام، الاطار متصاعد والضغوط كبيره، انت بتنافس في كام بطوله يعني، دوري اطلع كاس العالم وخدنا الهيصه بتاعت بايرن ميونخ ولازم نكسر الدنيا. طيب يا جماعه ده ماتش بايرن ميونخ ده ادانا رساله، المفروض انا يعني اعتقد كده، واعتقد انه كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط لازم ياخدوا من الدرس تحلل الفرق. صحيح. تشوف ايه الفروق. الراجل لما تكلمه ويقول لك اي مدرب ممكن يجي يجيب مع الاهلي الدوري ويجيب دوري ابطال افريقيا ويجيب كاس مصر. لا طبعا. ماشي، هو قال كده. ده انا بقول لك كلام. هو قال كده، ممكن تجيب مدرب يجيب مع الاهلي كذا وكذا، لكن الاهلي محتاج مدرب يلعبه كوره، يعني لازم يبقى فيه الكوره الموجوده اللي انت بتحبها. طب الكوره دي المدرب هتجيبها ازاي؟ في يومين؟ لا لا مش في يومين. خلاص هو عنده افكار كتيره، هو عنده، انا بكلم بقول لك اهو. فاعتقد انه ايه، انا شايف انه المساله محتاجه هدوء. لازم تحط في اعتبارك انه هو حتى لما جه في ظرف الضرر القاتل ما حدش كان يتوقع، عشان بس حد يبقى ايه، الواحد يبقى كده يقعد يفكر، كانش حد يتوقع انه الاهلي ياخد دوري ابطال افريقيا رغم انه المنافسه الصعبه كانت الناس كلها بعد ما مشي فايده، ولا خلاص الدنيا باظت ويجيب مدرب ولسه نجرب، فتفاجئت الناس باداء قوي جدا للفرقه قدام الوداد في المغرب. ده حقيقه جدا يعني، وتوفيق ربنا كان سابق كل الكلام ده. اذا هو الرجل لديه مشروع وتقييم اللحظه ده شيء محتاج خاطئ. بس محتاج ايه؟ محتاج ايه؟ محتاج صبر شويه. صحيح. محتاج عمل كبير يتم. ده انت لو انت جيت دلوقتي بتعمل برنامج بتاخد وقت تعمل بروفات ولا بتخش على طول على الحلقه؟ ده حقيقي. لا بتاخد وقت، بتاخد وقت، بتقعد تجهز وتذاكر وتحفظ ونتكلم طبعا وبتاع، وبص تقول لك كلمتين وانا اقول لك كلمتين، ومش دايما نبقى موفقين. وانا بكلمك اهو يعني، عندي راي مش موفق، ماشي، كل واحد قاعد مثلا كل واحد قاعد مثلا في شغله يدير ويفكر. الهدف انك انت ايه، هل الراجل ده اداك امل انه عنده حاجه يقدر يعملها؟ عنده حاجه يعملها. بص على دفاع الاهلي كده وقارن في الفترات اللي فاتت وقارن في دفاع الاهلي دلوقتي، بص على يعني ايه، هاتها جزئيه. قارنا، ده احنا قارنا هجوما ودفاعا. الراجل ما انا بكلمك اهو، هو جداً انا جداً. حتى لما قلت له بس انا يعني الناس بتسال انت ليه مش يعني الشكل قدام الهجوم ليه مش مثبته؟ يعني ليه ما عندك يعني الناس مش حافظ نزل التشكيل؟ مش عارفين اللي هو مش عارفين مين يعني. انت محمد شريف كان طالع معاك قال لك ايه وماشيه، ليه قعدته؟ قال لك ايه؟ ليه قعدته؟ قعد يقول لي انا اتكلم على كورونا اصابات كتير وعلى الاصابات العاديه ان هو الفرقه فجاه بقى عنده مثلا 9 10 11 لعيب ما لهمش معاه. طيب صحيح، ده كلام مهم.